مرحبا، أنا دكتور عامر. البدانة هي حالة شائعة عند الكثير وأصبحت مرض المجتمع الحديث. مثل ما بتعرفوا، من أكثر الأمنيات المطلوبة في رأس السنة الجديدة هي إنقاص الوزن، وخاصة عند النساء. وهذا الموضوع قد يسبب القلق والإزعاج وحتى الكآبة سواء عند النساء أو الرجال، لدرجة أنه يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على نفسيتهم. بشكل عام، تعتبر الحمية من أهم العوامل الرئيسية لإنقاص الوزن، وهي أول خطوة في علاج البدانة. وبالطبع يجب أن تترافق مع التمارين الرياضية. مبدأ معظم حميات نقص الوزن يتم عن طريق الإنقاص بتناول النشويات والدهون وزيادة تناول البروتينات. شخصياً أنا بفضل حمية شبيهة بالكيتو تسمى ساوث بيتش، وهي تتكون من مرحلتين. المرحلة الأولى تمتد عادة لمدة أسبوعين. هنا يجب التخلي عن كل النشويات الضارة مثل السكر والحلويات والمربيات والعسل، بالإضافة إلى البسكويت والشوكولاتة والآيس كريم والكحول. أيضاً ضرورة الامتناع عن تناول كل أنواع الخبز مع الرز والبطاطا والمعكرونة، لأنها تحتوي على السكر. بالطبع يجب تجنب جميع أنواع الفواكه والعصائر في هذه المرحلة. أما بالنسبة للخبر الجيد في هذه المرحلة، فبإمكان الشخص تناول وبدون أي تحديد للكمية البيض ومنتجات الحليب من أجبان وألبان، وأيضاً المأكولات البحرية واللحم البقري والدجاج بدون الجلد، بالإضافة لتناول كميات كبيرة من السلطة، ولكن بشرط إضافة زيت الزيتون والخل فقط، وعدم تناول أكثر من 3 قطع من البندورة يومياً. أما لمحبين الشاي والقهوة فلا توجد أي قيود على كميتها يومياً، ولكن بدون إضافة السكر. بالإضافة لذلك يمكن تناول جميع أنواع الخضار وبدون تحديد الكمية، لكن ما عدا 4، وهي البطاطا والجزر والذرة والشمندر، لأنهم يحتووا على نسبة عالية من السكر. وفي حال الشعور بالجوع فبالإمكان تناول الأفوكادو والمكسرات، بالإضافة إلى النشويات المفيدة مثل الحمص والفول والعدس. بعد انتهاء هذه المرحلة يمكن أن ينقص الوزن بمعدل 4 إلى 6 كيلوغرام. بالنسبة للمرحلة الثانية يمكن أن تستمر مدتها 6 أسابيع أو أكثر حسب رغبة الشخص. هنا يمكن الاستمرار بتناول الأطعمة التابعة للمرحلة الأولى، بالإضافة للبدء بتناول الخبز والرز الأسمر ومعكرونة القمح الكامل، ولكن بكميات قليلة. أما بالنسبة إلى الفواكه فيسمح بتناول 3 قطع صغيرة يومياً مثل التفاح أو البرتقال، أو كمية قليلة من التوت أو الفراولة. أما الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل المانجا والموز والبطيخ والأناناس فهي ليست مسموحة. في هذه المرحلة يمكن أن ينقص الوزن بين 0.5 إلى 1 كيلوغرام كل أسبوع. لكن في حال عدم نقص الوزن المرغوب فيمكن اتباع نفس هذه الحمية، ولكن مع الصيام المتقطع عن طريق تناول وجبتين فقط خلال 8 ساعات، ثم صيام 16 ساعة باستثناء شرب المياه. وهذه نصائح هامة لاتباعها مع هذه الحمية. أولاً، شرب كمية كبيرة من الماء مع أخذ الفيتامينات يومياً. ثانياً، حمية الكيتو يمكن أن تسبب الإمساك، فيمكن أخذ الملينات طوال فترة الحمية. ثالثاً، من المفضل اتباع الحمية بشكل دقيق، وإلا من الصعب إنقاص الوزن بصورة كافية. والملاحظة الأخيرة الهامة، الحمية بدون التمارين الرياضية بشكل منتظم لا تعطي النتائج المطلوبة، لكن في حال عدم التمكن من إنقاص الوزن لا تفقدوا الأمل، لأنه يوجد طرق وأساليب أخرى مثل أخذ الأدوية المخففة للشهية. ورح أحكي عن هالموضوع بالإضافة للعمليات الجراحية لعلاج البدانة
في فيديو آخر قريباً. بتمنى موضوع اليوم نال إعجابكم. تقدروا تشتركوا بقناتي على اليوتيوب حتى تصلكم الحلقات الجديدة، وحتى ألتقي فيكم مرة تانية. بتمنى لكم حياة حلوة بتمام الصحة والعافية.